طب دكتورة دعاء، لما حالة زي كده، حالة زي كده، حالة مش بس ان هي تخنانة شوية وعندها لا، دي سمنة مفرطة. دي سمنة مفرطة وطالعة من عملية وعندها مش ورجلها مش عارفة مالها ده وعاملة ايه؟ فعلا انت قعدتي كام سنة بتعملي دايت في حياتك؟ انا عندي 27 سنة، من وانا عندي 14 سنة بعمل دايت ومش عارفة تنجحي. واخرة حاجة رحت للدكتور قال لي هديك نظام رجيم ما خسيتيش عليه، انت لازم تعملي عملية. انت عملية مش هينفع تخسي، عملية تخسيس اللي هو اشافت يعني. لا هي تكميم تقصد. تكميم. انا طبعا لا، انا مبدا العمليات ده مرفوض بالنسبه لي، ما كنتش اقدر ان انا اعمل عمليه زي دي. طب دكتوره دعاء، دلوقتي لما حطيتي هدير على ايه؟ هدير لما تواصلت معانا كان من نصيبها دكتور ميشيل. مبدئيا ميشيل او بيتر او مارجريت او امين او امنيه او كل الفريق، الفريق مش بيشتغل من دماغه. هو بلان محطوطه لكل حاله صحيه، حالة صحية. وفئه عمريه 33 كورس داخل الشركه. هو كان شاطر قوي في التشخيص فعلا ما شاء الله عليه. حاله هدير 14 سنة بتعمل دايت، لازم بسرعة انت تفهم ان عملية الايض داخل الجسم مش مظبوطة. مع ايه تاني بتقولوا ان انا بستنى جوزي بيرجع فباكل معاه؟ يعني بتستني تاكلي وجبة رئيسية 2 و3 بالليل او 1 بالليل وجبة رئيسية؟ يعني ممكن يكون في محشي، في صواني، في غلط بالليل الكلام ده خالص. طيب شهية مفتوح، طباخة شاطرة، خلايا دهنية موجودة داخل الجسم ذات الأمد الطويل، دي مشكلة كبيرة. عندها جميع أنواع الدهون. حالة صعبة قوي. طبعا حضرتك بصي، دي دبلة جوازي. دي دبلة الخطوبة من 10 سنين. بصي حضرتك، يعني أنا من 10 سنين كنت برضو ما كنتش حلوة يعني. دلوقتي أنا عايزة أقول لحضرتك، بصي لو تشوفي فرق الدبلة يعني دلوقتي ومضيقاها كمان، وبصي الفرق بتاعها عامل إزاي دلوقتي، فرق الدبلة فكان بيشتغل معاها بطريقه يعني مظبوطه قوي. ان عودها على سلوكيات ما كانتش تعرف تنظم مواعيد اكلها. تفطر بدري، تتغدى بدري، تعشى بدري. وطبعا منعها تماما بعد كام ما تاكليش؟ من الساعه 7. 7 مفيش اكل. من 7 مفيش، مش محرومه لا في فطار ولا في غدا ولا في عشاء. طيب المفروض انها تديها مع جميع الكورسات من البدايه حوارك، لازم اعلي الحرق، لازم اقفل شهيه، لازم انظم مواعيد اكل، لازم بسرعه اخلصها من الدهون. عندها دهون داخل الجسم ثلاثيه، دهون من سنين طويله. طيب عمليه الحرق عندها متعطله، ما هي كل شويه دايت واقف وارجع واب اند داون، كل ده بيبوظ الدنيا. فلازم اما لقت نفسها بتخس من اول ما شاء الله مستجيبه من اول كورس، ومن 137 ل 85 كيلو ما شاء الله. خلايا دهنيه كانت اكتر حاجه عندها متضرره كمان، يعني غير عمليه الفتاء رجليها. طيب عظام، دايما نقول اكثر ما يتالم زياده الوزن هي العظام. دكتور العظام لما كانت تروح له وقال لها طيب اوكي يعني انت جبسنا، ما تفكريش ان دي الحل، الحل لازم تخسي. تخسي. طب هدير، كان عندك امل يعني قبل الدكتوره دعاء؟ كان عندك امل يعني انت كل الدكاتره، انت طبعا عمليات ورجلك وي 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 وصغيره 27 سنه وصغيره، كنت حاسه بايه؟ كنت عليا فتره تعبت والله. يعني جه عليا فتره يئست قبل ان انا تعبت من على فكره الرجيم حاجه متعبه والله جدا طبعا ومكلفة. يعني أنا والله يعني أنا بقول للناس والله العظيم ودوت، وعلى فكرة ما عادش يشكك في كلامي. واللي عايز يكشف عليا إن أنا عاملة عملية أي عملية لا، وإحنا جاهزين في جزيرة يكشف عليا. والصور بتقول إحنا ممكن نشوف الصور لا تاني والله يعني. لا ممكن في ناس بتشكك تقول ده عاملة عملية تدبيس وتكميم والكلام دوت، وطالعة بتقول الكلام ده. والله العظيم لا، احنا فقرتنا دي احنا عايز اقول لك حاجه يا هدير، هو انت مش الوحيده اللي جيتي، احنا في مئات جم الناس عارفه يعني كتير. بص حضرتك والله انا جه عليا اوقات كنت بعيط ان انا خلاص، وكنت بجيب حاجات من التلفزيون وكان بيضحك عليا كتير، حاجات ملهاش لازمه. يعني جات لك فتره يئست؟ لا تعبت وبعدين يعني معلش كنت بروح ما كنتش بلاقي مقاسات الا في العبايات، وجيت فتره والله ما كنت بلاقي مقاس العبايات، والله ما كنت بلاقي مقاس العبايات بتاعي. طب لما ابتديتي مع دكتوره دعاء، او يعني كنت حاسه ان دي هتجيب نتيجه، ولا قلتي خلاص من يأسك اجرب وخلاص واشوف اللي هيحصل؟ لا صراحه ربنا انا كنت بتفرج على الدكتوره بامانه، كنت بتفرج على الدكتوره وكنت بتفرج على الحلقات. يعني انا صراحه مش هقول لحضرتك انا شفت ناس خست، لا انا كنت مقتنعه بكلام دكتوره دعاء والله العظيم.
الله يبارك لها بصراحه وصراحه وجابت لما تواصلت كمان مع الدكتور ميشيل يعني ربنا وقعني في الدكتور ميشيل وهو فعلا ربنا دايما بيوقعني في الناس الكويسين والله لا دكتور ميشيل بالنسبه لي بصي قبل وبعد لا قبل انت شخصيه انت تحولتي شخصيه ثانيه انا بقيت تانية. نص البني ادم طب حاسه بايه دلوقتي لا يعني حس... يعني دلوقتي بقى بجيب بقى الهدوم اللي على مزاجك كنت لما باجي اخرج مع جوزي كانت ممكن الناس تفتكرني ان انا امه بس يعني دلوقتي لا دلوقتي ابني ساعات كنت لما اجي اضربه كان يتغاظ مني او يقول لي يا ماما يا تخينه لا تقدرش اقول لك كده دلوقتي بقى لا الحمد لله بقى يعني دلوقتي بقى هدومي بقى اجيب الحاجه اللي على مزاجي والله العظيم انا جه عليا وقت كنت لما باجي مثلا يعني اشيل الستاير بتاعه البيت عندي اعلقها انزلها كنت بنده جيراني يعملوها لي عشان ما كنتش بقدر اطلع على السلم والله من رجلي ومن جسمي دلوقتي بعمل كل حاجه في البيت ما كنتش بروح صحتك بقت احسن ايوه طبعا ما كنتش بروح مشوار الا لما اركب حاجه ما كنتش بمشي خالص لازم اروح اي مشوار راكبه كنت لما باجي انام لازم تحت دماغي ثلاث مخدات عشان اعرف انام ليه كان عندي ضيق في النفس من الدهون ضيق في النفس من الدهون دلوقتي بنام دلوقتي بلبس اللبس اللي انا عاوزاه ثقتك في نفسك ودلوقتي انا كمان يعني انا برضو بقول للناس ان لازم يعني مع العلاج هيقفل شهيتك وكل حاجه بس انا احد من نفسي يعني انا اقلل من يعني من الساعه 7 امنع الاكل لان انك تبقي مركزه في انا لما جربت اللي هو الطبيعي بتاع البني ادمين ما انتوا بتتخانوا لانكم مش مركزين ايوه حضرتك انا لما جربت انا دلوقتي لما بقيت باكل سندوتش جبنه بالليل بتعب بتعبي والله العظيم بيفضل واقف على قلبي سندوتش الجبنه سندوتش البيض ما اقدرش خلاص جسمك اتعود يعني ممكن ليا بالليل بيضه مسلوقه او بيضتين ما باكلهمش ما بقدرش بالليل انا دلوقتي بقى نظام حياتي وبقوله لكل الناس لو انتوا دلوقتي هتصرفوا وهتروحوا تعملوا رجيم وهتدفعوا فلوس للدكتور وكل شويه هتروحوا طب وليه طب ما نجرب والله العظيم هيكلفوا اكتر من ما يجيبوا علاج ما يجيبوا كورس طب ليه ما يجيبوا مثلا الكورس وهم بياكلوا في اكل البيت دكتورة دعاء لسه هتخسيها اكتر فاضلها 10 كيلو بس مش عشرة. يعني وبعد يا دكتور لما هتخس ان شاء الله ال 10 كيلو اللي خست 60 اكيد ال 10 دول اي كلام كلام هل يا دكتور في ادويه معينه بتديها طبعا للتثبيت ولذلك انا هجيب معايا ادري اللي جه معانا لو حضرتك تفتكري من 7 8 شهور ما زال زي ما هو لازم في الكورس ان انا بديها الياف عاليه قوي فبتعتاد على انها تاكل بكميات بسيطه طبعا على عكس شهيتها قبل مرورا مع الخمس شهور دول بيحصل للمعدة زي شرينك طيب كورسات التثبيت بتبقى فيها نسبة عالية جدا من الفولينج عشان أضبط نسبة السكر في الدم بالتالي ما بتردهاش شهيتها تاني وللناس اللي دايما بتقول ايه لا لا اللي بيخس بيرجع تاني لا انا هجيب لكم ادري الحلقة الجاية علشان بإذن الله ودعوة اقولها لك على هوا يا ادري ان الحلقة اللي جاية لو جه ادري هيبقى بنفس الطريقة ونفس السيمترية ونفس الجسم ونفس كل حاجة ما شاء الله ليه بقى احنا بنعمل لهم لايف ستايل يفضلوا ماشيين عليه لان يطول بيهم وبين العمر مفروض ان انا بعودهم على مواعيد اكل على كميات اكل انت مع الفتره بتاع الكورس بياكلك نسب قليله قليله لما بتخلص فقدان الوزن بتاعك ده بتبقى انت اعتدت على حجم الوجبه دي بيبقى انت ظبطت مواعيدك يعني بعد 7 8 خلاص اذا انا ظبطت مواعيد الاكل داخل الجسم وظبطته على ان الوجبات كلها في الساعات النهاريه بالليل بيجيش يقول لك ايه كل تفاحه ممكن جوافايه ممكن كومتريه ثمره واحده بالليل او اتنين مفيش مشكله اعتاد على ده قبل دايما بيكون في لخبطه يعني ما بيبقاش في عنده وعي اللي بيوصل للجسم ده على فكره هدير مستحيل يكون عندها دافع اقل مني فانها ما ترجعش عندها دافع اقوى مني الف مره لانها جربت وهي يائسه وهي تعبانه وهي مريضه والنهارده وهي سليمه وجميله وتدي سنها استحال على فكره انا بعمل اكل حلو جدا هبقى اجي اكل عندك والله ماشي تنوري والله بص بعمل كل حاجه ولدرجه ان لا هيلسي ما دام امينه كده تاكل هيلسي والله من عينيا لدرجه ان انا من يومين كنت عامله حاجات بقى بلاش اقول لك عليها والله العظيم ولا كانت عزومه ولا كان عمتي جايه لي بس والله العظيم الاكل بعمله بص مش عايزه ابص له والله وخليكي كده طبعا وعايزين برضو يا دكتور كمان مثلا لما تخس كده هجيبها تاني والله نجيب تيجي لنا تاني ماشي اه بشكرك جدا وخليكي كده وخليكي حلوه وخليكي بصحه كويسه الحمد لله بشكرك جدا يا دكتور ميرسي